رحت اجرب محل من اكبر المحلات السوري في اسكندريه وهو خواطر دمشقيه. طلعت على البحر في سبورتنج، وبدل ما انا على طول باكل على البحر، لا طلعت اكل في الصاله اللي فوق على البحر برضه. ابتديت اول حاجه بالمقبلات والسلطات، الفتوش كان لذيذ بس التبوله كانت لا. وجربت برضه اليالنجي، واللي منكم ما يعرفش هو ورق عنب بس بيتقدم بارد وبيكون محطوط كده في التتبيله بتاعته دبس رمان، وعامه كان حلو. وبعد كده دخلت على التقيل بقى، شاورما عربي ميكس. الكويبه كانت حلوه قوي، البطاطس كانت بارده بس تتبيلتها كانت حلوه، الشاورما الفراخ كانت حلوه جدا، ومع التوميه السبايسي كانت خطيره. وبالنسبه الشاورما اللحم ما كانتش احسن حاجه بالنسبه لي الصراحه. وجربت برضو الماريه الفراخ والسجق، العيش الصراحه كان كريسبي والصوص اللي جوه كان حلو قوي، والاثنين عجبوني بس انا فضلت الفراخ اكتر. جربت برضو من هناك بيتزا فور سيزون، بس هم كانوا مستخدمين جبنه على الوش حاده قوي، فانا صراحه ما فضلتهاش. وما ينفعش تروح محل سوري من غير ما تجرب الكريسبي، الكراست الصراحه اللي بره كانت حلوه قوي، والفراخ من جوه كانت نظيفه ومعاها صوص كده اسمه صوص كرانشي، الصوص ده كان حلو قوي. وقفلت بقى من هناك بالفراخ الشوايه، وانا صراحه في المجمل ما بفضلهاش، بس الصدر بتاعها كان دايب وكان لذيذ الصراحه. وبس كده، اصل هو ده اللي حصل ساعتها.